بينها اننا انتونسيفي ولا العمليه ديال التعقيم ولا العمليه ديال التحسيس. والتحسيس بطبيعه الحال الا ما شاركش فيه المجتمع المدني راه ما غيكونش عنده واحد يعني واحد النجاح. بطبيعه الحال هنا فين كنديروا كنعطيو لهاد العمليه الاهميه ديالها. ومن خلال يعني هاد اللقاء الاول اللي كنديروه اونيفو ديال البشويه باش نطلقوا للساحات العموميه والاحياء الهامشيه والشوارع الرئيسيه باش نستهدفوا الساكنه ديالنا من اجل التوعيه ديالها. بطبيعه الحال امور بسيطه ولكن امور اللي عندها الابعاد الحقيقيه ديالها في محاربه الوباء ديال كوفيد 19 اللي هي التباعد الاجتماعي اللي هي الوضع ديال الكمامات اللي هو اجباري وبطبيعه الحال النظافه الجسميه اللي هي اساسيه. هذه هما الاليات ديال الحرب ديالنا مع هذا الفيروس. اذا نتوكلوا على الله وبسم الله لا بالنسبه لعمليه التعقيم ولا بالنسبه لعمليه ديال التوزيع ديال الكمامات ولا بالنسبه للتحسيس ولا ايضا بالنسبه للزجر ديال المخالفين. بسم الله نتوكلوا على الله ونتمنى الله ما يسر الله ما يسر. يلا شتو. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اجعل بلدي بلدا آمنا يا رب. من بعد ما وصل نفرة إخواني المتتبعين أصبحت بؤرة من بين البؤر ديال فيروس كورونا. من بعد ما إخواني أن أصبحت الإحصائيات مخيفة ها هو المجتمع المدني يد في يد مع السلطات المحلية وشركة أوزون من أجل حملة تحسيسية إخواني بأمل إغريبا انطلاقا من بشوية خنيفرة كعملية اللي غادي تحاول شركة أوزون إخواني أنها تحاول تعقيم جل الأحياء والأزقة ديال المدينة. أنا كنشوفوا إخواني المسؤول ربما عن العمال تيحاولوا باش أن يبداوا هذه الحملة. فبسم الله ودعواتكم إخواني ومزيدا من الحذر. إخواني كما كتشوفوا أنا كنشوفوا أعضاء ديال المجتمع المدني. هنا كنشوفوا إخواني أن سوف تنطلق هذه الحملة لأن أصبح بعض إحصائيات ديال بعض الموتى بسبب كورونا اللي عرفها الإقليم مؤخرا عرفت مريض الحالة عرفت خنيفرة بعض الحالات وبالتالي عرفت أخي المتتبع مدينة خنيفرة بعض الحالات فتغمدهم الله برحمته الواسعة. نحاول إخواني يد في يد أيها المغاربة يد في يد من أجل لأننا باش نهزمو هو العناصر النسوية تحيي كل المتتبعين الكرام. فبسم الله سوف تنطلق هذه الحملة فما عليكم إخواني إلا الدعاء ونحاولوا نديروا يد في يد في زمان كورونا. نحاولوا إخواني هذه الحقيقة نديروا يد في يد يا إخواني لأن الوباء وصل تبارك الله عليكم. نشوفوا عناصر من عندنا عنصر نسوي اش بغى يقول. تحية نظرية الأخ حميد تحية نظرية الأخ حميد تحية نظرية الأخ المناضل اللي كيتعاون معنا نكون هذه الحملة التحسيسية باش نديروا الكمامة ونحاربوا هذا الوباء إن شاء الله اللي يعمر به هزوا علينا. وكنشكر السلطة المحلية وكنشكر السيد الباشا وكنشكر السيد عامل مدينة خنيفرة والسي مدير الأمن السي وليد حسن الحروني والسي الرئيس ديال القوات المساعدة وكنشكر رجال الوقاية المدنية والأمن الطاقة الطبي تنشكرهم بزاف تنشكر سيدنا الله ينصرو الله يعز ينصرنا سيدنا عاش الملك. شكرا تبارك الله عليك. واش الزغريزة شكون دار السيد الزغريزة فيكم؟ يلا بسلامة الله يحفظكم. إذا إخواني فبسم الله لا إذا إخواني دعواتكم الله أكبر الله أكبر خفت غالي تقطع بيني وبينكم اللايف. إذا إخواني بسم الله سوف تنطلق الحملة هنا من مدينة خنيفرة فاللهم بارك يا رب. هاك بارطاجيت مع عندك 1300 درهم الحدث
والمزيد من الحدث. إذن إخواني انطلقت الحملة، فبسم الله هنا كنشوفوا باشا المدينة وهو يترأس أو ليتزعم هذه الحملة، حملة إخواني حملة تنشيطية، حملة تحسيس، لأن إقليم خنيفرة كما كتعرفوا أن الوباء وصل إخواني، وصل الوباء إلى إقليم خنيفرة اللي كان إخواني كيعرف صفر حالة. فاحنا تنشوفوا أخي المتتبع، أخي المواطن، إذا أخي المواطن، أختي المواطنة، هكذا بدأت هذه الحملة مباشرة هنا من مدينة خنيفرة، حملة يد في يد إخواني، لأن أصبح إحصائية الوفيات كتضاف إلى مدينة خنيفرة اللي كانت تعرف في الماضي القريب صفر حالة. باردون إخواني باش نحاولوا. يلا إخواني، إذا كل واحد حاذاك يحاول يقول لي أشنو الرأي ديالو في تزايد ديال الحالات ديال الوباء وانتشار الوباء هنا بإقليم خنيفرة. تنشوفوا بأن إخواني في الزمن القريب كانت مدينة خنيفرة كتعرف صفر حالة بالفضل ديال التضافر ديال المجهودات ديال القوات العمومية والمجتمع المدني والسلطات المحلية، إلا أننا كما عرفت جل الأقاليم مباشرة إخواني من بعد ما لازم أننا نحاولوا باش نكيليبريو ما بين الاقتصاد البلاد وما بين محاربة هذا الفيروس، أن ظهر بعض الوافدين اللي جاوا هنا لمدينة خنيفرة، فهي مدينة خنيفرة أصبحت تقول لكل ساكنة العالم دعواتكم يا إخواني للساكنة، اللهم ارفع هذا الوباء، اللهم ارفع هذا الوباء يا رب الأرباب. صورة الله، صورة الله حميد، راه مزيان، ربما راه الصوت مزيان، ربما هنا غادي تبدا الحملة التطهيرية هنا بحضور باشا المدينة والسيدة قائدة المقاطعة الأولى ربما، والسيد قائد مقاطعة قائد أملو إغريب، فاللهم يسر يا رب ولا تعسر. تبارك الله عليكم، تحية لكم إخواني، فمزيدا من الحذر، مزيدا من الحذر، هذه الحقيقة. شكرا للشباب كما كنشوفهم أنهم جايين ديال الكمامات ديالهم، فألف تحية للشباب ديال أمل وإغريبن، الزور نسيدي ربي غيفون، ما يذعناهم صحت لاباس، نلا أيثما ذي ستما وسا خنيفرة، نلا وسا أيثما ذي ستما. الصوره ما كاينه الصوره، علاش هادشي تيقولوا الدراري؟ كيفاش الصوره ما واضحاش؟ الصوره كاينه، شفت تما عافاك اخواني الصوره كاينه. لا بالله اخويا ديالنا اخي المواطن، اخي المواطن، وحماية غيرنا، معواش هادو، النقصان الزيارات غير الضرورية، والوقائع كثيرة، اللي كتعتنقوا لهاد الوباء، ولهاد الفيروس، استعمال المعقمات، والمطهرات، راها ضرورية، في محاربة هاد الوباء، أخي المواطن، أختي المواطنة، راه الكمامة ضرورية وإجبارية. على كل واحد خارج من دارو،
فها هي الحمله، حمله تصديريه، حمله تحسيسيه بحضور القوات العموميه، بحضور السيد القائد شخصيا والسيده قائده المقاطعه الاولى ربما. وغرامه ماليه كتراوح ما بين 300 درهم كاينه حمله و1300 درهم من اجل ضبط المخالفين بحضور كل القوى. هذه الحقيقه بحضور المجتمع المدني فاخواني يد في يد، يد في يد يا اخواني، يد في يد. شكرا لكم، وكل واحد يقسم لنا اش من بدينا. راهو كاينه الاجواء، انا كنشوفو السيد القائد في عملية الضبط احد الاخوان اللي هو حاطط المامور ولكن حاطط وهذيك من بعد ما تقنعوا بالزاميات ما غادي يحاول باش انه يشوف الاخوه ديال المجتمع المدني باش يحاولوا يعطيو الكمامه لهذا السيد من بعد ما. وشكرا لان تيحاولوا يعطيوهم الكمامات واحد هكا، هذه نهار زوينه هذه القضيه. أنا ما خصهاش تعطى من اليد هكذا، يعني راه ربما تكون حامله الفيروس. نشوف اسي تيقول سي القايد. باش ما يجيش نقلع زوا الله يستر ولا شي حاجه تجي واحده غير دير كمامه جديده ديالك. يدا في يد يا اخواني، يد في يد من اجل محاربه هذا الكوفيد اللي ولا تيهدد الارواح ديال الامهات ديالنا، تيهدد الارواح ديال الاباء ديالنا. كوفيد المرض الملاعين الذي اخواني اربك العالم، فجميعا من اجل يد في يد من اجل محاربه هذه الوباء. فنائما نرى بان هناك حمله بحضور القوى، بحضور هناك نشوف تحيه العنصر النسبي وتحيه التشبيب ديال الدكتور ديال وزاره الداخليه. هنا كنشوفوا قائد شاب، قائد حيوي، كنشوفوا حتى القائده، قائده شابه، كنشوفوا حتى رجال القوات العموميه شباب. فواش مازال كتعقلوا على داك القايد القديم والجلابه والبلغه فوق سي خرج هذاك حتى توقع الوقعات. فاحنا كنشوفوهم جنود مجنده مره اخرى، جنود مجنده. هنا تنشوفوا السلطات المحليه، تنشوفوا العناصر، عنصر نسبي تيشارك بحماس. فالف تحيه للعناصر النسويه المشاركه في هذا اخواني هذه الحمله. انا كنشوفوا شركه اوزون تدخل على الخط، كنشوفوا بان شركه اوزون دخلت على الخط من اجل تعقيم كل الازقه. فاللهم بارك. اتحادات السلطات ستحاول شاهده باش انها تدخل تقحم شي بعض المقاهي. التباعد لا بد ان التباعد. إذن هذه الكمامة، لأن الكمامة غير مخيطة، هذه الكمامة تقدر ما تقيعش. وشوف حتى السيد مسكين داير الكمامة وقالت راه موسقة. أنا مساك الناس واش بوشورة، فالناس كرماء، إنها ساكنة المغرب العميق. كتحاول جاهدة باش تهي دير يد في يد مع كل المسؤولين، مع كل شرفاء هذا الوطن من أجل صفر كورونا. ها هو أصبح الصفر يبحث عنه الجميع من بعد ما كان الصفر كلشي كان تيكره. كن فيكون، إنه المرض اللعين كورونا. إذن إخواني كنتواجدوا في حي أملوي غريبا، أملوي غريبا، فغيرة على أرواح الأمهات ديالنا. وكإعلاميين لازم أننا نواكب ونديروا يد في يد مع الدولة المغربية. هذه الحقيقة إخواني، راه اللي ما يتحركش في هذا الوقت وما غاديش تكون فيه إنسانية ويخاف على الأرواح ديال المواطنين وعلى عائلته فلا إنسانية في هذه الحقيقة خوتي. فجميعا من أجل اليد في اليد. هنا كنشوفوا عناصر ديال شركة النظافة تدخل على الخط باش أنك تحاول تعقم
تتعقم كل الممرات والجنبات ديال المقاهي. فاللهم بارك يا رب، والله يرفع البلاء يا رب، هذه الحقيقه. الله يرفع البلاء، اللهم ارفع البلاء يا رب، يا رب الارباب ارفع البلاء. فما عمر شي واحد كان تينوي واحد النهار غادي تكون السلطات المحليه في حاله تاهب والدور وتحاول تنصح المواطنين. انا كنشوف السيده القائده كتحاول جاهده حتى هي، تحيه للعنصر النسوي. السيده القائده شخصيا تحاول اقناع بعض المواطنين باحترام التباعد، فتحية للعنصر النسوي، ألف تحية للعنصر النسوي. هذه الحقيقة تحية للقوات المساعدة، أثبت هذا الجهاز الوطنية ديالو والإنسانية ديالو إنهم رجال القوات المساعدة. ما كاينش شي مغربي حر ما غاديش يشهد على في التاريخ أن كانوا جنود مجندة، أول كانوا ما بين الأجهزة التي واجهت الوباء، واجهت الوباء الإطراء دخوله إلى المغرب. فكان هذا الجهاز ديال القوات المساعده، ارفع لكم القبعه احتراما لكم ولمجهوداتكم الجباره اللي راكم تديروا. تبارك عليك. هنايا ربما السيد القائد غادي يقام، ولكن الحمد لله لا زال الساعه عندنا حملات تطهيريه. كنشوف بان بعض المدن انها اصبحت ولات ان بعض المدن هي كتحاول باش ترصد المخالفين وتسجيل المخالفات، الا ان تنشوفوا هنا في مدينه خليفه لحد الساعه لا زالت السلطات المحليه جاهده انها تحاول باش تحسس المواطن بالخطوره ديال الاستهتار، وخاصه في زمن كورونا. إذن ألف تحية. فمعكم كوكب حميد العقاوي مباشرة من مدينة خنيفرة. ها نحن نرى المجتمع المدني يدا في يد مع السلطات المحلية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان. إخواني، الإحصائيات في بعض الدول أصبحت مخيفة، الإحصائيات في بعض المدن أصبحت مخيفة، الإحصائيات في عند إخواننا في بني ملال وطنجة والدار البيضاء أصبحت مخيفة. فما علينا إلا الدعوات، فما علينا إلا الدعوات. فها هما المجتمع المغربي، سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ أنه في زمن كورونا التأم الشعب مع السلطة، التأم المجتمع المدني مع كل السلطات المحلية من أجل محاربة الوباء. فسجل يا تاريخ أن كاين إنسانية، كاين وطنية، كاين إنسانية حتى في بعض الأجهزة. هذه الحقيقة، بعض الأجهزة اللي عاد عرفناها احنا مازال تنحملوا المسؤولية للغياب ديال المنتخبين. لازلت اكرر الغياب ديال المنتخبين، كنستنكروا بشده في هذا الزمان اللي احتاجيناهم، في هذا الزمان اللي بغيناهم انهم يديروا يد في يد، في هذا الزمان اللي بغيناهم حتى هما يديروا صناديق دعم. اين المقاولين؟ اين السياسيين؟ فاين هما الناس يا اخواني اللي كانوا تنعتبرهم بانهم القدوه وهما الانسانيه وهما الرحمه؟ لقد غابوا، لقد غابوا. هذه الحقيقه، وها هو قناه شوف تيفي تسجل تاريخ الغياب ديال المجموعه ديال الهيئات المنتخبه. ها هي قناه شوف تيفي تسجل التاريخ، الغياب ديال اناس اللي تاق فيهم الشعب واحد النهار الجمعة ولها عليهم واحد الورقه ديال الانتخابات باش يمثلوه في الشاده والفاده. فها هما حيت احتاجيناهم. الحمد لله اننا لقينا قوات مثلا مثل القوات المساعده ورجال الدرك الملكي والامن الوطني. فكتعرف أمل يغرب أكبر حملة تمشيطية منذ بداية الوباء، لأن أصبحت أعداد الأموات كيتسجلوا إخواني هنا في إقليم خنيفرة. أخي المواطن، أختي المواطنة، التباعد الاجتماعي وجود ضروري لحماية ديالنا. نحن في هذه
فتحية إخواني، تحية تحية من أمل يغرب، تحية الجالية المغربية أيث ما ذي استمع الزور نسيدي ربي ريفون أيث ما ذي استمع هذه الفيروس يكشم هذه الفيروس صافي اللي يتاوي الأرواح الوالدين هذه الفيروس تيكشم غري غرمان هذه الفيروس سور ساكنة المغرب المنسي لستلتينين غاستاولة. فرجاء أي واحد حس براسو فيه سخانة أو لا فيه بعض الأعراض أنه يسارع باش أنه يقدم راسو أقرب مستشفى. كتعرفوا الحالة إخواني المستشفيات ديالنا، كتعرفوا الحالة المستشفيات ديالنا، فمزيدا من الحضر ها هما كنشوفوا الناس مساكن كتقول الناس كتقول لهم غير ان غادي يمشي للكونفينمو وكانه مسكين غادي يمشي لجهنم. ناس ولفات الحريه. وهنايا كنشوفوا الوثيقه هنايا الطوبيس، وهذه رساله تنصيفها للسيد عامل صاحب الجلاله ان كيف يعقل ان السلطات المحليه مشكوره انك دير حمله وكنشوفوا بان الطوبيس هز اكثر من 50 واحد. فربما اللي حرت الجمل دكو. تنهضروا بكل حقيقيه وبكل حقيقه وبكل موضوعيه. إخواني كنشوفوا بأن هذه رسالة للسيد الأخ اللي تنكنوا له الاحترام المسؤول على النقل الحضري بالمدينة. فالكاميرا بالمباشر لقد رصدت أمام الملايين المغاربة الخرق السافر اللي كتحاولوا ديروه في بعض وسائل النقل من طوبيس خاصة طوبيس. نشوفوا إخواني العنصر النسوي ناس مساكن البسطاء. إذن هي أمل يعريبا كتعرف أكبر حملات مشيطية إخواني، كتعرف أكبر حملات مشيطية في زمن كورونا. عندنا خويا مستشفيات راه كتعرف اخويا الحاله الحقيقيه ديال المستشفيات. هنا كنشوفوا امهات ارفعوا لهم القبعه، كل وحده غتبقى مسكينه مسؤوله على عائله. فرحمه بهاد الناس المياومين، فرحمه بهاد الناس اخواني اللي انا الا مشى حتى دخلنا عاود الكونفينمون راه الناس كاين عائلات اللي ما عندهاش القوت اليومي ديالها. فرحمه بهم غادي نحاولوا نديروا يد في يد، ولكن ما أعجبني وما جعلني أرتبك هنا مباشرة في هذا البث المباشر هو التلاحم ديال المجتمع المدني مع رجال السلطة من أجل محاربة وباء كوفيد 19. أنا كنشوفوا إخواني أحد مسؤولي الشركة ديال النظافة اللي مشكورة أنها الآن تقوم بتعقيم كل الأزقة والطرقات. فتحية خوكم حميد العقاوي مباشرة من أمل يغرب. نستمروا خوتي ولا بركة؟ ها نستمروا ولا بركة؟ إذا إخواني تحية لكم وتبارك الله عليكم وما سخيناش بكم. تحية خوكم حميد العقاوي كان معكم مباشرة من أمل وإغريب إقليم خنيفرة. تحية لكل من شارك من بعيد، تحية لكل من شارك ولو بالبارتاج ولو بكومنتير صحي. ألف تحية، تحية خوكم حميد العقاوي وداعا وليس بوداع إلى لقاء مباشر آخر. أحييكم إخواني مباشرة من خنيفرة.